لقبها العلماء بسيدة نساء زمانها، ذاعت شهرتها وصيتها في دمشق والقاهرة، وتعلم على يديها الكثير من النساء، أثنى عليها شيخها ابن تيمية وكانت تصعد المنبر، وأراد شيخها أن يطلب منها عدم فعل ذلك، إلا أن رؤية أوقفته عن هذا المطلب، إنها الفقيهة الواعظة والمفتية فاطمة البغدادية. هي الشيخة العابدة، المدرسة والمفتية الزاهدة، بغدادية المنشأ، الفقيهة على المذهب الحنبلي، فاطمة بنت عباس بن أبي الفتح بن محمد الحنبلية البغدادية. كانت تكنى بأم زينب، ولدت في بغداد في القرن السابع الهجري. هي والدة زينب البغدادية الواعظة، وتلميذة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فتعلمت الفقه على يديه وتتلمذت على يد شمس الدين بن أبي عمر المقدسي، ما ساهم في إتقانها الفقه إتقانا بالغا. كان المعروف عن فاطمة البغدادية أنها كانت تصعد المنبر لتعظ الناس، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية من الذين يحضرون دروسها، وأراد ابن تيمية أن يطلب منها ألا تصعد المنبر، إلا أن رؤيته رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يثني على فاطمة البغدادية منعته عن ذلك، وكان ابن تيمية رحمه الله معجبا بذكائها وعلمها وخشوعها، وفقا لما جاء في معجم أعلام النساء لمحمد التنوجي. قال ابن كثير صاحب كتاب البداية والنهاية أن أستاذه ابن تيمية كان كثير الثناء عليها وعلى علمها، وقال ابن رجب الحنبلي في كتابه الذيل على طبقات الحنابلة: أخذت عن الشيخ شمس الدين بن أبي عمر حتى برعت، كانت إذا أشكل عليها أمر سألت شيخ الإسلام ابن تيمية عنه فيفتيها، ويتعجب منها ومن فهمها ويبالغ في الثناء عليها. وتحدث ابن حجر العسقلاني أيضا في كتابه الدرر الكاملة في أعيان المئة الثامنة مادحا علمها: كان ابن تيمية يثني عليها ويتعجب من حرصها وذكائها، وانتفع بها نساء أهل دمشق لصدقها في وعظها وقناعتها، ثم تحولت إلى القاهرة فحصل بها النفع وارتفع قدرها وبعد صيتها، وكانت قد تفقهت عند المقادسة بالشيخ ابن أبي عمر وغيره، وقل من أنجب من النساء مثلها. وأشار صلاح الدين الصفدي في كتابه أعيان العصر وأعوان النصر عن وعظها قائلا: كانت تصعد المنبر وتعظ النساء، فينيب لوعظها ويقلع من أساء، وانتفع بوعظها جماعة من النسوة، ورقت قلوبهن للطاعة بعد القسوة، كم أذرت عبرات وأجرت عيونا من الحسرات، كأنها أيكية على فننها وحمامة تصدح في أعلى حصنها، وتاب على يديها الكثير من النساء، وانصلح بها حال الكثيرات من نساء دمشق، وانتقلت إلى مصر وضاع صيتها، وانتفع بها نساء القاهرة، وكانت على علم كثير ودراية جيدة بالفقه، وفقا لما جاء في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي. وكانت واعظة تعظ النساء وتدعو إلى المعروف وتنهى عن المنكر، وكانت شجاعة في مواجهة الابتداع في الدين. وتحدث ابن كثير أيضا عن شجاعتها قائلا: وكانت من العالمات الفاضلات، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم على الأحمدية في مؤاخاة النساء والمردان، وتنكر أحوالهم وأحوال أهل البدع وغيرهم، وتفعل من ذلك ما لا يقدر عليه الرجال. كانت تعلم النساء وتدرسهن وتحفظهن القرآن الكريم،
حتى ختمت على يديها الكثير من النساء القرآن الكريم، حتى أن ابن كثير أشار في كتابه البداية والنهاية إلى أن أم زوجته كانت ممن حفظنا القرآن على يد فاطمة البغدادية، حيث قال: وهي التي ختمت نساء كثيرات القرآن على يديها، منهن أم زوجتي عائشة بنت الصديق زوجة الشيخ المزي جمال الدين المزي، وهي التي أقرأت ابنتها زوجتي أم الرحيم زينب رحمهم الله أجمعين وأكرمهن برحمته وجنته آمين. وصلت درجة علمها بعلم الفقه أنها كانت تحفظ أغلب كتاب المغني لابن قدامة المقدسي من مستودعات الفقه الحنبلي الذي يعد من أكبر كتب الفقه في الإسلام، حيث ذكر ابن تيمية رحمه الله ونقل عنه ابن كثير قائلا: وقد كانت تحضر مجلس الشيخ تقي الدين ابن تيمية فاستفادت منه ذلك وغيره، وقد سمعت الشيخ تقي الدين يثني عليها ويصفها بالفضيلة والعلم، ويذكر عنها أنها كانت تستحضر كثيرا من المغني أو أكثره، وأنه كان يستعد لها من كثرة مسائلها وحسن سؤالاتها وسرعة فهمها. وعندما انتقلت إلى مصر في مطلع القرن الثامن الهجري، كان هناك ما يعرف بالرباط قامت ببنائه الأميرة المملوكية تذكارياي خاتون بنت الملك الظاهر بيبرس في عام 684 للهجرة، وكان به مكان للنساء ومكان للرجال. وفي مكان النساء عادة ما تكون هناك شيخة لتعظ النساء، فعندما انتقلت فاطمة البغدادية إلى القاهرة أصبحت هي شيخة هذا الرباط، حتى أن وصلت درجة تأثيرها فيه إلى أن أطلق عليها رباط البغدادية، ومن بعدها أصبح عادة أن تسمى شيخة الرباط بالبغدادية عليها أيضا، وفقا لما ذكره المقرزي في كتابه المواعظ والاعتبار. توفيت في حي الظاهر بالقاهرة بعد أن تجاوز عمرها 80 عاما في يوم عرفة من عام 714 للهجرة، فرحمه الله رحمة واسعة وأسكنها الله تبارك وتعالى فسيح جناته.